Today, we want to talk about weather and element. You know what's the meaning of weather? We take the word in English. Huh? Okay. Weather, as we know, have an element. Weather, طقس, element, عناصر. What is these elements? In our book, they write a lot of information. We have weather elements. Weather and elements. We have four weather elements. أربع عناصر للweather. مساء الخير مس. صباح النور. Four elements. أول واحد مس temperature معناها طقس. Wind speed. السلام عليكم. سرعة الرياح. فأتك والله يا أمير. Participation اللي هي نسبة التساقط. كان هذا التساقط rainfall. كان snowfall أو hail اللي هو الفيضانات والأعاصير وهاي الشغلات وهوميديتي اللي هي الرطوبة humidity اللي هي الرطوبة هلا بالكتاب موجودين بس موجودين بطريقة مخبصة كتير okay we have four elements for the weather the first one temperature اللي هو الطقس ثاني واحدة اللي هي يا ورد إيش هي نعم يا مس ثاني واحدة الويند سبيد سرعة الرياح participation التساقط humidity اللي هي الرطوبة ماشي؟ طب في عنا زي ما حكينا بالوادر هدول الإليمنت علشان أنا أقيس هاي الإليمنت we have some machine عنا أجهزة علشان نقيس هاي الأشياء the first machine look at this number one شايفين مثل الصورة؟ شايفينه؟ yes. مبين عنا؟ هذا الإشي اسمه يا مس ترموميتر ترموميتر إيش اسمه؟ ترموميتر أنا بدي إياكم هيك عشان تقدروا تفهموا الدرس بسرعة وما يكون صعب عليكم هذا الإشي اسمه ترموميتر ها ترموميتر ثيرمو بالثاء ثيرموميتر ايش بقيس هذا الثيرموميتر؟ بقيس التمبريتشر اول حرف باسمه تي وهو بقيس شيء برضه بحرف التي تمبريتشر اوكي شو بقيس؟ تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة تحفظوها اللي اسمه ببلش بحرف التي بقيس درجة حرارة التي اوكي ايش الوحدة اللي بقيسها فيها؟ طلعوا عليه مس، ايش الوحدة؟ حرف الاس هاد. اسمها الاس سيليس. لما نقول درجة حرارته بنحكي بالسيليس. درجة الحرارة بتكون تقاس بالسيليس، اوكي؟ سيليسيوس. سيليسيوس، اوكي. سيليسيوس. هاي اليونت اللي بنقيس فيها، هاي ايش اسمها؟ اليونت. وحدة القياس ماشي اوكي مش هاد الدرس هيك شكله يا مس ترموميتر بقيس التمبريتشر اليونت اللي بنستخدمها سيليسيوس اوكي از ذا فيرست اول شيء ترموميتر بقيس تمبريتشر درجة الحرارة سيليسيوس كلوز يور مايك بليز Okay, then we want to go to the another element. مش إحنا حكينا أول element عنا ال temperature. تاني element ال wind speed. Wind speed. This is the second element. Wind is the second element. And we. سرعة الرياح. Speed and هون في لازم أكتب and direction على فكرة. And direction واتجاهها. Wind, speed, and direction. سرعة الرياح واتجاهها. Okay. We use this thing. Look at the screen. Look at this. What is this? تعرفوا عمرك وشفتوا هذا الاشي؟ يا مس. اللي بيورجينا يعني اتجاه الهواء وين بيروح.
Excellent. This is give us the wind. Wind vane. اسمه wind vane. ايش اسمه؟ Wind vane. Wind vane. لا هذا مش wind vane الثاني اللي له سهم. هذا اسمه يا انا مس. هذا عملت المشروع انتو ميتر. هلا بدي اعطيهم اياه كلهم المشروع. اسمه انتو ميتر. اسمه اني انتو ميتر. اني اني مو ميتر. اني مو ميتر. هذا أني اسمه ميتر. اني مو ميتر. هيك اسمه هذا الاني مو ميتر. هيك اني مو ميتر بقيس الويند سبيد. بقيس سرعة الرياح مش الاتجاهات. بقيس سرعة الرياح. ويند سبيد. ويند سبيد سرعة الرياح. أحمد مشاح معنا؟ يس تيتشر. أوكي تيتشر. هذا الشكل شايفه بقيس سرعة الرياح. بيجي الهواء هون بصير يلف بسرعة 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 بصير يعطينا ويند سبيد. يعني when you see this machine لما نشوف هذا الجهاز anemometer. anemometer وبقيس سرعة الرياح. بقيس ال wind speed. اوكي بس يوجد في المزارع teacher. didn't want where is موجود. ما بدي بدي بس هيك معلومات سريعة. نيجي الثالث يا مس برضو له علاقة. هذا اللي عملته ميرال as a project. This call هذا الشكل اسمه يا مس wind. wind what vane. wind vane. wind vane اسمه wind vane. اطلعوا عليه عليه الاتجاهات معناته ايش بقيس. wind direction. direction. مين اللي يعرف ال direction هدول ال W وال C وال N وال E؟ North. ال S North. ال N North. North and East. برافو. طب ال E هاي اللي West. East. East. West. East. West. وال C West. So we have this wind vane. اسمه wind vane. بقيس ال wind direction. عشان هيك هو عليه الاتجاهات. بنشوف وين اتجاه الرياح. وبكون عليه north, south, west, east. This is the four direction. ايش هدول اسمهم؟ اسمهم الاتجاهات الأربعة. four direction. إيش اسم الجهاز اللي بقيس ال wind direction؟ اسمه wind vane. احفظوا يا مس شو اسمه. أوكي wind vane. okay. بقيس ال wind direction. لا تتخربطوا. ال wind direction اسمه wind vane وبكون على الاتجاهات. اللي بقيس السرعة اسمه anemometer. anemometer. أوكي أوكي. هلا نيجي للإليمنت اللي بعديه. نتطلع على الإليمنت. وين الوركشيت؟ هيا participation اللي هو بقيس معدل سقوط الأمطار rain أو snow أو الهيل. أوكي فيضانات. participation معدل سقوط الهطول هطول الأمطار. أوكي participation. participation أخذناها قبل هيك صح؟ أوكي شو الجهاز اللي بنستخدمه لنقيس الـ participation؟ هيو الجهاز طلعوا عليه. طلعوا شكله. This is مثل الأنبوب الدنيا بتشكل. And أنبونج. إيش اسمه؟ And أنبونج. Rain. طيب rain اسمه رين لأنه بقيس معدل الأمطار فاسمه رين. رين جاج. رين جاج بس مش عارفة أقرأها.
ولا أنا؟ جاج. أم الأكبر صار. رين جاج. رين جاج بيقيس الparticipation. شو بيقيس؟ قديش التساقط الفا precipitation rain dark بيقيس precipitation. اوكي صح يا مس. ممتاز ممتاز. نيجي لاخر عامل عندنا موجود الاليمنت the last element الأخير الموجود عندنا وينه هذا الهيوميديتي. إيش هي الهيوميديتي؟ اللي هي الرطوبة. رطوبة. الرطوبة. نستخدم جهاز اسمه لقياس الرطوبة. نمبر 5 هيو الجهاز هذا بنقيس فيه الرطوبة. إيش اسمه هذا الجهاز يا جماعة؟ مقياس رطوبة. No. قياس الرطوبة in English تعرف شو اسمه؟ لما قياسين الرطوبة هايجرومتر اسمه هايجرومتر. الميزان هذا اللي بالمحلات بيكون هايجرومتر اسمه ما فيش محضر غير ميرال هايجرومتر. هذا الهايجرومتر تقيس عندي الهيوميديتي. الهيوميديتي اللي هي الرطوبة وهيك شكله هيوميديتي واسمه هايجرومتر اسمه هايجرومتر وهي أحلى سيف اوكي. This is worksheet our worksheet number 5 worksheet 5 write the weather elements the elements as we say عندها أربعة عناصر temperature wind speed and direction precipitation and humidity. For the second question complete the following sentence في عندي هاي الكلمات وبدنا نكمل يلا نشوف مين أول واحد راح يجاوب. مساعد احكي. Yes. We measure temperature بنقيس درجة الحرارة by thermometer. Thermometer. Bravo. By thermometer. Base. By thermometer. بنقيس درجة الحرارة thermometer. ورد شو رأيك الثانية؟ نعم. Yes. يلا. The temperature is measured in a unit. الوحدة قياس الحرارة إيش اسمها؟ وحدة قياس الحرارة. شوية ماس. سيليس اسمها نورث. سيليس يا سيليس. سيليس. برافو اسمها سيليس. كوبي. برافو. كرم. 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 سالم استجاب. يلا يا حمزة. We use something to measure عشان نقيس ال wind direction. هلا كنا نحكي عنه بدنا نصنعه. ليو انيمومتر. الانيمومتر بقيس السرعة ال speed اللي بقيس الاتجاه اسمه wind vane. إيش اسمه؟ wind vane. مثل اللي بقيس الاتجاه. اسمه فين ما تنسوا. Can I make four teacher؟ نعم. Can I make four؟ Yes بس استنى نخلص number three. Wind vane اسمه wind vane اللي بقيس قلنا ال speed ال direction ال speed الانيموميتر هذا. يلا يا أبو بكر. The four direction are east, west, north and south. Bravo, north and south. Number 5 مين بده يحلها تاعت السبيد؟ حمزة. أنا بس. مش أنا. مش حمزة حل. يلا يا وشاح. The wind speed is measured using a tool called
نحكيها. يس احكيها. انيميتر. انوميتر. برافو يا مس. طيب ورد the amount of rain كمية الأمطار is measured by a. بما إنه عندي rain معناته بدي أنقي rain. أكيد. Rain gauge. Rain. Rain gauge. Rain gauge. طيب. اللي بعدها. تعال احكي. يلا يا مس. Hygrometer is measured of the amount of ايش بقيس؟ بقيس الووتر فايبر قديش في عندي بخار للماء. Hygrometer. كملي اقرأي يا ميران. Yeah. أنا رقمي مس؟ آخر واحدة. هاي هيوميديتي. Can be measured using كيف بنقيس الهايوميتر؟ إيش اسم الجهاز؟ هايغروميتر. هايغروميتر. Copy and paste. هذا هو الهايغروميتر. في حدا عنده أي سؤال؟ لا لا لا.